استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصخير معالي الدكتور محمد يوسف الهاشم محافظ بنك الكويت المركزي، حيث أهدى جلالته مسكوكة تذكارية احتفاء بمرور 40 عاما على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد رحب جلالته أيده الله بمحافظ بنك الكويت المركزي مشيدا جلالته بجهوده الطيبة في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والمصرفية والتعاون بين البلدين، معربا جلالته عن شكره وتقديره على هذا الإهداء القيم والذي يوثق للإنجازات الشاملة والكبيرة التي حققها مجلس التعاون منذ انطلاقته، وتخليدا لدور أصحاب الجلالة والسمو القادة المؤسسين رحمهم الله في رؤيتهم التي أسست لنجاح هذه المنظومة الخليجية المباركة. كما أعرب جلالته عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونمو على المستويات كافة.